يعقد مجلس الأمن الآن جلسة لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط خاصة في الأراضي الفلسطينية. وخلال الجلسة أكد المبعوث الأممي للسلام في الشرق الأوسط أنه لابد من ضمان استمرار عمليات الأونروا من أجل استقرار قطاع غزة والمنطقة بأكملها، لافتا إلى أن وكالة أونروا عنصر أساسي في تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين بقطاع غزة. ونتابع مع حضراتكم الآن جانبا من جلسة مجلس الأمن المنعقدة الآن في نيويورك. وتحيي فرنسا التدابير المفيدة التي اعتمدها الأمين العام بالأمم المتحدة فورا، والمقصد من هذه التدابير هو إظهار كل أو التحقيق في كل الادعاءات، ونحن بحاجة لإحياء الأفق السياسي لمحاولة بناء دولة فلسطينية ولضمان أمن وسلامة إسرائيل، وحل الدولتين هو السبيل الوحيد من أجل سلام دائم. حل الدولتين معرض للخطر الآن، ولا سيما بسبب الاستيطان غير الشرعي الإسرائيلي الذي تدينه فرنسا والذي يعرقل السلام الدائم ويؤجج العنف. وهنا ندين كذلك عنف المستوطنين، و قد أصدرنا جزاءات ضد 28 مستوطن إسرائيلي أدين بالعنف، وإننا ندعو إسرائيل للقيام بمسؤولياتها ومنع هذا العنف. إن استقرار لبنان كذلك مهم جدا، وينبغي احترام القرار 901 من قبل الأطراف كافة. وسنواصل العمل من أجل تحقيق الأمن البحري.